السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شيماء الحارثي، أتكلم أنا وجروبي عن الفود سبولج. أول شيء عندنا 10 طرق اللي بتقولك إنه أكلك صار فاسد. في البداية عندنا تاريخ الانتهاء. بما أننا بنحفظ الطعام في المنزل، لازم نعرف بعض العلامات التحذيرية للطعام الفاسد، وأحيانا تواريخ الانتهاء ما تعطينا تاريخ التلف، وغالبا التواريخ بتشير إلى وصول الطعام للجودة المثلى، وهذا تقدير، لكن ممكن يتأثر على تاريخ الشراء وطريقة التخزين وعوامل ثانية. وعشان كذا تواريخ انتهاء الصلاحية ليست موثوقة، ولازم نتبع بعض الإرشادات عشان نتأكد من سلامة الأكل. أول شيء عندنا سلايم أو اللزوجة. إذا كانت اللحوم أو البقايا المشوية لها لمعان أو أصبحت لزجة، فقد انتهت صلاحيتها. وهكذا أيضا بالنسبة للخضروات، ويجب تقليب اللحوم في غضون 10 أيام من وضعها في الثلاجة. ثانيا المولد أو العفن. عادة ما يكون العفن علامة واضحة جدا على التلف، ونعرف أن الطعام صار فاسد، ويبدأ التلف بجراثيم صغيرة وتنتشر بسرعة في الأطعمة القديمة، وهو شائع في الفواكه والخضار والخبز. ولازم ننتبه لأن العفن يمكن أن ينمو في أماكن مخفية زي قاع البرطمانات الزجاجية، وإذا كانت البقعة قليلة على الخبز نقدر نقطعها ونأكله، عكس اللحوم والفواكه والخضار. ثالثا الديسكولوريشن أو التلون. لا يعد علامة تلف، لأن الطعام أحيانا يتغير لونه مع تقدمه في العمر بدون ما يأثر على جودته وسلامته، زي الأفوكادو. لكن الخضروات الخضراء إذا تغير لونها لازم نتخلص منها، وأحيانا يتغير لون اللحوم النية أيضا عند وضعها في الثلاجة أو وضعها في الهواء، وطالما كان التلون بدون لزوجة احتمال تكون صالحة للأكل. رابعا الباد أودر أو الروائح الكريهة. احنا بنكون عارفين أوريدي أن الحليب الفاسد بعد كم أسبوع بيطلع ريحة فاسدة، وكمان الفواكه واللحوم والخضروات، إذا كانت ريحتها كريهة فما بنجازف بأكلها، لأنه كذا ولا كذا ما حيكون طعمه كويس. خامس علامة عندنا اللي هي change texture أو تغيير التركيب. هذا ينطبق بشكل خاص على الفواكه والخضار، إذا صارت سفنجية أو مقعرة أو كانت مجعدة أو صارت طرية لازم نتخلص منها. أنا الطيف وحكمل باقي العلامات. frost and package damage بالنسبة للأطعمة المجمدة، إذا لاحظت أنها مغطاة بالصقيع فقد تكون فاسدة. في بعض الأحيان يشير الصقيع فقط إلى حرق خفيف في المجمد، مما قد يؤثر على نكهة وملمس الطعام، ولكن ليس بالضرورة على سلامته. eggs float. هناك طريقة سريعة لاختبار نضارة البيض، وهي وضعها في ماء بارد وعذب. إذا كانت البيضة طازجة وآمنة للأكل فسوف تغرق، إذا كان قد أفسد فسوف يرتفع إلى القمة. canned food. توخي مزيدا من الحذر عند محاولة تحديد ما إذا كان الطعام المعلب قد فسد. يمثل الطعام المعلب خطرا فريدا من الإصابة بالتسمم الغذائي. balding or sewing. على الرغم من أنك ربما لا تمتلك نفس القدر من هذه المكونات الموجودة في الثلاجة، فمن المهم أن تعرف كيفية اكتشاف هذه العلامات التحذيرية. يستمتع العديد من أصحاب المنازل بصنع الحمص، إذا كان طعم الحمص حامضا فقد أصبح فاسدا. فيشي سيفود. سيكون للأسماك الفاسدة لحم غروي بطبقة زرقاء. قد تلاحظ أيضا أن رائحة السمك تبدأ في أن تصبح أقوى بكثير. حاول أن تأكل أي سمكة طازجة في غصون 36 ساعة. في حين أن هذه ليست العلامات الوحيدة لفساد الطعام، فهذه بالتأكيد طرق سهلة لتحديد ما إذا كان طعامك آمنا للأكل من خلال توخي مزيدا من الحذر عند إعداد وجباتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا المرة غيب. اليوم هتكلم عن الأعراض اللي بتصيب أو الأمراض اللي بتصيب النخيل. أول شيء أو أول عرض عندنا يسموه الكولد، البرودة. فالبرودة هي بتصيب طبعا السيقان النخيل أو نفس النخلة، فبتخليها جدا ضعيفة تمام، وما بتطرح أي ثمار وبتخليها تموت بسرعة. ثاني مرض معانا يسموه الفنجال فروت روت أو عفانة ثمر الفطرية. هذا عفانة ثمر الفطرية بينتج عن طريق سوء التخزين أو الضغط على الثمار. من أمثلة على الثمار عندك الأسبرجيلس والبينيسيليوم والأنتناريا والكلوديسبوريوم. إيش أعراض المرض؟ ممكن تسبب ليونة وعفن، ممكن يحصل نشوف زي الهايفي على نفس الثمار. طب كيف نعمل مكافحة عنه؟ طبعا أقل، طبعا أبدا ما استخدم مبيدات كيميائية، واتخذ إجراءات مناسبة أوفر له تخزين كويس أو في صورة مناسبة. الثيرفيوبسي تروك روت. هذا الثيرفيوبسي أو سموه العفن الساق الثيرفيوبسي، هو مرض فطري بيصيب ساق النخل، بيعمل له زي يعني ضعف لأجهزة الساق تبعه. ممكن يتصاب أي من البرد أو صبات الحشرية أو الجفاف، فبيش بيحصل تحلل الخلايا البنجيمية، فبالتالي بيؤدي إلى كسر الساق.
تمام، كيف ممكن انا اعمل مكافحه انه بقلل؟ طبعا للاسف ما له اي علاج، وللاسف كمان بيكتشف بعد حدوثه، لكن انا ممكن اهتم بالاشجار واعملها مكافحه للحشرات. أنا رهف وراح أتكلم على السامبلز. طبعا تم دراسة التلف الجرثومي في 520 عينة من التمور في مدينة الحفوف في المملكة العربية السعودية، وتم تحضينها في المختبر تحت ظروف مختلفة. ف 130 عينة حضنت لمدة تصل إلى 60 يوم في حاويات مفتوحة اللي هو الأوبن كونتينر عند 35 درجة مئوية، لم تظهر عليها أي علامة من علامات التلف. فتطور التلف بعد حوالي 80 يوم في 42 عينة من أصل 130 تم تحضينها في حاويات مغطاة عند 5 درجة مئوية. فكانت الأكثر الأسباب الرئيسية واللي موجودة في التمور اللي هو البنسيليوم سبيشيز والكلادوسبور.